وكان عليه الصلاة والسلام يعرض عن المستفتي أحيانا إذا كره سؤاله ويرجو أن يسكت من دون أن يسكته. عن وائل بن الحضرمي قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها عليه الصلاة والسلام فأعرض وأعرض وأعرض، وربما أعرض عليه الصلاة والسلام تنبيها للمستفتي على شيء من أدب الحديث فات المستفتي. فعن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ قاطع المجلس بسؤال: متى الساعة؟ أولا هذا غيب لا يعلم إلا الله، ثانيا يعني ما الفائدة؟ لو واحد لو قال أنا لو كان الجواب بعد 2779 سنة إيش ما هو المفيد بالنسبة لهذا السائل؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، ما قطع حديثه، أراد أن يبين للسائل الأدب، إذا جئت ورأيت العالم يتكلم لا تقاطع، انتظر حتى ينتهي حديثه ثم اسأل، ما تعترض الموضوع بسؤال لا علاقة له بالموضوع وتقاطع العالم. لما مضى النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه ولم يقف لسؤال السائل، قال بعض القوم يعني الصحابة: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، ما سمع السؤال أصلا، أو أنه سمع ومضى عمدا. حتى إذا قضى حديثه عليه الصلاة والسلام قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. عنوان عليه: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل فلم يزجره بل أعرض عنه تأديبا له. أما إذا كان السائل الذي دخل يقاطع به حاجة ماسة فربما يقطع العالم حديثه ويجيب. عن أبي رفاعة قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقلت: يا رسول الله، إني رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، أنا جايك من الصحراء أعرابي ما أدري عن شيء، سمعت إسلام 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 وش ما أدري. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته، أعرابي دخل قاطع الخطبة، قطع النبي عليه الصلاة والسلام الخطبة وأتى بكرسي قال: حتى انتهى إلي فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا فقاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. إذن لماذا قطع؟ لأهمية الموضوع. هذا رجل جاء يسأل عن الإيمان والدخول في الإسلام، وقد قعد عليه الصلاة والسلام ليراه بقية القوم ويسمع حديثه، قعد على كرسي، هذا الدليل على القعود على الكرسي لمن يحدث الناس ليروه ويسمعوا كلامه. وكان عليه الصلاة والسلام يتحمل من الأعراب في أسئلتهم ما لا يتحمل من غيرهم. عن أنس بن مالك قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، يعني السؤال الذي لا ضرورة إليه، السؤال عما لم يقع. فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية، يعني الذي ما بلغه النهي عن السؤال، لأن الأعراب ما تبلغهم الآيات والأشياء التي نزلت مؤخرا، ولأنه يكثر فيهم الجهل. لكن أي أعرابي الذي يعجب الصحابة؟ العاقل، يعني عنده علم بأدب السؤال، المهم منه حسن المراجعة، طريقة التعبير، طريقة طرح السؤال، التوقيت، الاستزادة، الاستفصال. كان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل.
فيسأله ونحن نسمع. بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل من أهل البادية، وهذا ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه، على جمل فأناخه في المسجد ثم عقره، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ معناها ما كان له عليه الصلاة والسلام وضعية معينة يميز فيها في الجلوس، من تواضعه. والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك، سمعتك. فقال رجل النبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. قدم بمقدمة ليحصل التحمل وليصبر عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: سل عما بدا لك. قال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. ثم ولى وقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن صدق ليدخلن الجنة. رواه مسلم.